أثار إعلان فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض عن تنظيم دورة في المقامات الموسيقية بعد شهر ونصف من الشهر من الآن غضب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بينما أيد آخرين فكرة الدورة كونها تدعم المواهب الموسيقية في المملكة. عبد المحسن التميمي يروي لي التفاصيل في سياق هذا التقرير، وراجعين نتفاصل في هذا الموضوع من ذلك. الموسيقى جماليتها، لذلك ليس غريبا أن يكون هناك ما أطلق عليه علم جمال الموسيقى. غاية الموسيقى هي الخيال والقدرة على التبصر والتفكر، ومن خيال الموسيقى تنطلق المقطوعة الموسيقية موجهة إلى خيال المستمع. في موقع التواصل الاجتماعي تويتر غرد بعض النشطاء عن تأييدهم لدورة الموسيقى في الرياض، وذلك بعد إعلان جمعية يقدمها الموسيقي وحيد الأحمد عن بدء التسجيل في دورة المقامات الموسيقية، بينما بعض الجهات تسعى إلى إيقاف ثقافة كانت ممتدة من الدول الإسلامية القديمة. كاميرا الراصد رصدت آراء المواطنين في جدل إقامة دورات الموسيقى. لا عادي، يعني في بعض الحين عندهم مواهب في الجيتار، هذه عادي ما عندي مشكله. في بعضهم متعودين يصير يدقون جيتار وزي كذا، عادي موهبتهم يا اخي. طب جربت قبل كذا تتعلم؟ لا مره بس جلسه تعود في استراحه زي كذا. والله شيء طيب، ومن اول ندور على شيء زي كذا، نروح اليوتيوب ندور عليها في مكان فما لقينا شيء، وان شاء الله تكون يعني نستفيد منها كثير. المقامه في الرياض انا اشوف انها ما توقف، والناس يدورون عن هذه وإن شاء الله تستمر. جمال الموسيقى لا وطن له على سطح الأرض، حيث أنه أحد الحلول للابتعاد عن مشاق الحياة، فالموسيقى وحدها هي من توثق الذكريات. عبد المحسن التميمي، الإخبارية، الرياض. ينضم لي هنا في الاستوديو الاستاذ سلطان البازعي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون، اللي صايرت لكم دعاية ومشاكل اليومين. هي ما هي مشاكل، هي دعاية، احنا مشاكل طبعا يعني متعايشين معها من زمان، لكن في هذا الموضوع تحديدا أكد لك انه صار فيه اقبال كبير على الدورة هذه تحديدا. يعني سووا لكم تسويق. هذا صحيح. ممتاز. الى حد كبير، يعني اللي ما سمع فيها سمع فيها. وقد يضطرنا الأمر أنه نضاعف عدد الدورات، لأن ضاعف عدد الدورات يمكن، يعني المسألة الموضوع ما هو جديد كما تعلم. الجمعية عمرها أكثر من 43 سنة، وكل سنة عندكم في طوال تاريخ الجمعية كانت يعني قائمة على الاهتمام بجميع الفنون ومنها الموسيقى. أيوة. تحديدا مجلس الإدارة الأول برئاسة الأمير بدر بن عبد المحسن كان في عدد كبير من الموسيقيين، منهم سراج عمر، طارق عبد الحكيم، وأسماء كبيرة مهمة. ولذلك كان الاهتمام بالقضية الموسيقية مستمر، يعني مهما لم ينقطع. احنا حسينا انها اول مرة بناء على ردة الفعل اللي قاعدة تصير من ثلاث ايام. هذا تأثير، طبعا تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، الجدل اللي المنفتح خلنا نسميه، هو يعني انفتاح الجدل ايجابي سواء للمعارضين او لل هذا ايجابي، لكن السلبي في الموضوع انه يعني محاوله تجريم هذا العمل تحت غطاء انه يعني محرم او انه خارج عن تقاليد المجتمع او من كثير من الادعاءات اللي من هذا النوع، بينما نعرف يعني ان المجتمع السعودي يمكن اكبر مجتمع عربي مستهلك الموسيقى في التسويق. المجتمع السعوديه خرجت ايضا فنانين كبار، قادت العمل المشهد الغنائي العربي. الحفلات الموسيقيه اللي تقام في الدول المجاوره يحضرها السعوديين، ثلاثه ارباع الحضور يكونوا من السعوديين، وتسويق التذاكر يتم في السعوديه. الشواهد كثيره يعني ليست واحده، لكن المسألة هي مسألة أنه يعني المهم في الموضوع أو لماذا ندرب على الموسيقى، لأن التدريب على الموسيقى يشجع على السماع الحسن، أيضا يشجع على الأداء الموسيقي الحسن الخالي من الابتذال. وهذا هذه القضية، القضية أنه إذا تفتح التعليم أو يعني تغلق باب التعليم الموسيقي في الأماكن المحترمة خلينا نسميها،
قد يرجع تحت نظر البلد والدولة تحت نظر وجهات رسمية وشكل شكل نظامي وشكل صحيح. منظم وعلمي. الناتج من هذا أن يكون في تعليم تحت الطاولة. الناتج من هذا نضمن. فن هابط أيضا فن هابط جدا وهو المسألة التي يعني يعاني منها المجتمعات العربية عامة. صحيح. شاهد كثير من الابتذال واللي يمكن لدرجة السخف في الأداء الموسيقي وفي الأغاني. هل أنتم تسعون من خلال هذه الدورات إلى رفع يعني الثقافة الموسيقية في المجتمع عموما؟ هذا الاساس هو يعني اللي يدربونهم يكون من يتدربون أيه؟ من يتدربون طبعا لا نستطيع ان نصل للجبال. مو هدف عندكم بعيد فرضا هو على اي حال يعني الاطار اللي تعمل فيه الجمعيه اطار محدود لكن غير محدود ايضا. احنا جمهورنا شباب والشباب اللي يمثلوا 60% من سكان المملكه طبعا ان شاء الله شكرا لك. لكن المساله انه هذا الهدف اللي تتحدث عنه يجب أن نتحدث عنه في التعليم. يعني التعليم الموسيقي كان موجود في وقت من الأوقات في معهد التعليم في معهد المعلمين إيه؟ وكان المسرح المدرسي أيضا كان موجود في جميع المدارس والجامع وجميع إيه؟ المدارس إيه؟ اختفت هذه. حتى التدريس الفنون التشكيلية اختفى. صح. القضية قضية لما تعلم الفنون أن تطور الفكر الطالب نحو الإبداع والتفكير الحر. ليس الهدف شوف ليس الهدف إيه؟ أن يعلم موسيقى من أجل أن يتخرج يكون فنان موسيقار لكن أن يكون فاهم بالموسيقى حتى إذا أراد أن يؤدي أو أراد أن يسمع حتى يسمع الشيء الراقي الذي يرتقي بذائقته. طيب نتكلم على النفي اللي ظهر في بعض الصحف أو في بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي. هل أنتم صدر من عندكم نفي؟ نفي لماذا؟ عدم إقامتها؟ لا هو اللي حصل العكس يعني هو التداول في تويتر أنه ايه؟ تم إلغاء الدورة. ايه هذا اللي احنا وصلنا وتم حتى التقول على هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر أنها ايوه؟ قامت بإلغاء الدورة واستدعاء القائمين. وجميعنا نعلم هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هيئة تمارس جهاز حكومي يمارس عمله في إطار واضح من ايه؟ الأنظمة ويعرف أيضا تماما أنه جمعية السعودية للثقافة والفنون جمعية مرخصة من الدولة. صحيح. وتعمل تحت إشراف وزارة الثقافة والإعلام فبالتالي لا يتعامل معها كجهة تمارس عمل مخل بالأخلاق والآداب. الإشكالية وأنا أخوك ابن وصاير أنه في عناوين عندنا مغلوطة يعني نتحدث عن الموسيقى دائما يتجه التفكير للابتذال. صحيح. هذا خطأ. صحيح. نتحدث عن السينما نتحدث عن معناته فن هابط. الفن هابط ومخل أيضا بالأخلاق وهذا غير حقيقي. صحيح. السينما أداة مهمة لتوصيل الأفكار. طيب. مهما كانت الأفكار طبعا لكن إذا امتلكنا هذه الأداة استطعنا توصيل الأفكار. طيب على هالدعاية الحلوة اللي جتكم ناويين الفترة الجاية فيكون في جمعية الثقافة والفنون تمارس دورها اللي كان منول عندها أنه ممكن تكون فيه حفلات غنائية نتكلم عن الرياض جدة الشرقية. هذه طبعا لا نملك إحنا نقوم بهذا الدور لكن نسعى له. نعم. بيصير دورنا أنه نسعى له. بيصير ممكن إذا حصلنا على موافقة لإقامة حفلات سنقيم حفلات. الإشكالية طبعا الجمعية تظل مواردها محدودة. صحيح. لكنها تسعى من خلال هذه الموارد المحدودة إلى أن تقوم بالدور أقصى دور ممكن أن تقوم به. موفقين خير أخوي سلطان البازعي الشاب رئيس مجلس لك. إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون يعطيكم العافية الله يقويكم معانين إن شاء الله. شكرا حبيبي شكرا طول يعطيك العافية تسلم الله يحفظك.